السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم من هنا من 6 أكتوبر، صرح جديد بيفتتح النهاردة على شرف وجود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومعالي اللواء رئيس الهيئة العربية للتصنيع. معالي الوزير، كلمنا على هذا الصرح العظيم. أولا بنشكرك على وجودك، وطبعا يعني وجود سيادة اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الجهة اللي طورت وعملت هذا المكان، وسيادة النائب أمين مسعود، عشان بنستعد ان احنا نخلص مركز شباب الشرابية يعني دايرته، يعني ده صرح الشرابية ان شاء الله يبقى حاجة كويسة. تصريح حصل على الهواء، انا بنقول لهو مع الشرابية تصريح حصل على الهواء لأهل الشرابية معالي الوزير، ومعالي الوزير يعني حاجة جميلة، والناس يعني تلاقت الإرادتين على الانتهاء من مركز شباب الشرابية. بإذن الله احنا بنعد ان احنا نقدم اعلى مستوى في الإنشاءات، وإن شاء الله لا يقل عن هذا الصرح في مركز شباب الشرابية، وقريبا جدا بإذن الله خدمة لأهلينا في الشرابية. وطبعا معانا طبعا معالي الوزير طبعا الدكتور أشرف صبحي، ومعانا طبعا معالي النائب الحاج أمين مسعود. من خلال الحاج أمين كل النواب هناك في الدائرة بالضبط، يعني إن شاء الله بالضبط كده. سيادة الوزير، احنا في مركز نشكر معالي الوزير، صرح قال هنعمل ملعب اسكواش مثير للملعب الجميل اللي شفناه. انت مطور كبير، انت لا تتبرع بقى بالملعب الاسكواش، احنا جاهزين ليه يعني. احنا عوضا عن التأخير يا فندم، عوضا عن التأخير يعني. معالي الوزير، احنا في مركز التنمية الشبابية الجزيرة 2، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواجد في هذه المنطقة ويعطيها اهتمام خاص. النادي كان اولى هدايا فخامة الرئيس للشباب وللشعب المصري. انا فوجئت النهاردة بالكل الكتلة السكانية اللي حوالينا، ياريت لو الكاميرا تفتح، احنا في كتلة سكانية. مركز التنمية الشبابية الجزيرة 2، صرح رائع، ومجموعة من حمامات السباحة وخدمات رياضية على أعلى مستوى، وكمان الدولة وفرت حتى العضوية بمبلغ إلى حد ما في متناول المواطن البسيط، أو خلينا نقول حتى محدود الدخل. بص الأول يعني نقول القصة إيه. هنا دي كانت أرض 8 فدان، وكان من ضمن الأصول، لكن بقى لها تاريخ طويل غير مستثمرة. يعني الناحية التانية في منتدى شباب، وهو موجود لخدمة يعني أهالينا. يعني الحقيقة إحنا فكرنا تفكير مختلف شوية، عملنا فتح الاتنين، هناك 11 فدان وهنا 8 فدان، هيكون يعني قطاع واحد، لأنه هنا بيخدم الحال 11 وال 12 وكمان مجاورتهم. يعني كل العضويات اللي موجودة في المنتدى، وده عدد من الألفات الكتيرة جدا جدا، دخلناها اللي ما كانش منتظم مش موجود، خلنا كل العضويات ديت، وبعدين علينا الخدمة بما ينبغي. ويعني المكان هنا صرح كبير جدا، بتكلفة إنشائية واستثمارية 190 مليون. 190 مليون مش من موازنة حكومية، 190 مليون من مدخلات كل المنشآت والهيئات اللي الوزارة عملتها، مركز شباب الجزيرة 1، نادي يعني الشبرا الخيمة، المركز التنمية الشبابية، كل الحاجات دي احنا بنعملها علشان من ذاتها نبدأ نطور تاني، والكلام ده مهم جدا اقتصاديا. يعني المكان هنا يعني بعد الإنشاء جميل، احنا افتتاح تجريبي مش افتتاح نهائي، احنا جايين النهاردة مع سيادة اللواء مختار افتتاح تجريبي وتفقد يعني. لكن احنا بنقول المكان هنا وهو رمل، ما كانش فيه المنشآت دي، الحقيقة كل المنشآت دي اتخرجت علشان هذا المكان. اكيد النهاردة كمان لو حضرتك شايف، عشان العضويات الجديدة اللي موجودة في بنك بيعمل تسهيلات مع ادارة، الموديل اللي احنا بنشتغله مع كل مكان بيكون في مجلس امنا يدير، وشركة ادارة معاه، وكيانات وكوادر على اعلى مستوى تدير، علشان احنا حتى لو الخدمة يعني مش تمنها، لان احنا عندنا صيانة وتشغيل وادارة وفرق رياضية بنقدرها بما يكفي لادارة المنشأ بشكل كبير، لكن بنرعى ان المواطن وان العضو وان المرتاد ياخد على اعلى مستوى. هاك تشوف حمام السباحة ده بشكله، ده الكاميرا تروح على حمام السباحة، نصف الوزير بيتكلم يا جماعة، نصف اولمبي. طب بنطور في نفس التوقيت برضو في المركز هناك اولمبي كامل، اولمبي 50 متر، هنا 22.5 متر مع المنشآت والحاجات اللي جنبه، حديقة الطفل اللي موجودة، ملعب كرة، بدل تنس، سكواش، مبنى اجتماعي، المكان اللي احنا فيه الحقيقة مطعم بكترينج تحت الارض،
يكفي الالافات ان هو بره وجوه ان هو يعملها. عشان كده بنعمل نظام اداره مختلف. الحقيقه حتى لو احنا موجودين هنا حمام السباحه واحنا في 6 اكتوبر بين الحال 11 وال 12 في قرى كتيره جدا في صعيد مصر او قرى كتيره جدا في الدلتا او على اي المستويات حتى في المحافظات الحدوديه نلاقي حمامات سباحه بنفس المستوى ونفس الليفل. انا بتوجه الشكر والتقدير للهيئه العربيه للتصنيع الحقيقه احد الشركاء الاستراتيجيين اللي موجودين اللي بيطوروا معانا بشكل يعني سريع جدا لان هو مطور وبيكون تحته شركات قطاع خاص بتدير. بالتالي احنا ما بندخلش في تفاصيل من يدير، يعني الهيئه العربيه هي عندها شركاتها قطاع خاص من المجتمع بتديره، لكن في نفس الوقت احنا بنتابع معاه في حاجات قديمه جدا قبل ما نتولى الحقيقه كان فيها بعض المشكلات. سياده اللواء طبعا مع الوزير هو كمان الحقيقه بيساعد بشكل كبير جدا ان هو يشيل اي معوقات خلاص مع زملاء يعني الاداره المركزيه للانشاءات الشبابيه والرياضيه ومستشارينا الهندسيين. الحقيقه بنجري بشكل كبير جدا بما يلاقي اللي حضرتك قلته توجه الدوله الجديده ويعني الخدمات ايا كانت تكون موجوده للناس وللشعب. علشان كده في الهيكل التنظيمي الجديد المجموعه الوزاريه برئاسه نائب رئيس مجلس الوزراء التنميه البشريه، الحقيقه من اهم الخدمات للتنميه البشريه هي الاماكن دي لان هي عوائدها ثقافيه اجتماعيه رياضيه صحيه، فبنبص لها بمنظور مختلف يعني هذا المكان. ومره بقى تانية بنشكر سياده اللواء وحضرتك تتكلم معانا. سياده اللواء مختار رئيس الهيئه العربيه للتصنيع، يعني شراكه بيثني عليها معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي والهيئه العربيه للتصنيع احد القلاع اللي احنا بنفتخر بيها التي تنتمي الى مؤسسه عظيمه وكيان مهم جدا الجيش المصري، وان كانت استقلاليتها بتخلينا برضه ما زالت على نفس الجوده كيفين شغل انشائي وتطوير على اعلى مستوى في مركز التنميه الشبابيه الجزيره 2. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه يعني استكمالا للكلام الجميل اللي قاله معالي الوزير سياده الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، احنا الحقيقه مع وزاره الشباب والرياضه وكافه مؤسسات الدوله لتنفيذ المشروعات المختلفه الحقيقه، وده دورنا المجتمع الحقيقه لازم يكون لنا دور. الحقيقه احنا شايفين توجه القياده السياسيه بالاهتمام بالشباب، فالشباب بيمثلوا حوالي 60% من الكتلة السكانية في مصر العربية. من هذا المنطلق احنا بنتعاون الحقيقة مع وزارة الشباب والرياضة وبنطور وبنبني صروح شبابية كتيرة زي الصرح اللي حضرتك شايفه النهاردة ده، والحقيقة لخدمة الشباب، وده بيعمل طبعا فايدة كبيرة جدا للمنطقة وللشباب زي ما قال معالي الوزير، فايدة شبابية وصحية وسياسية واجتماعية. فإحنا الحقيقة لا نتأخر أبدا إن إحنا يكون لنا دور كبير قوي في هذا الأمر، وأنا بأحيي التعاون مع معالي الوزير سيادة الدكتور أشرف صبحي ومع السادة النواب ومع كل فئات الدولة المصرية. إحنا كهيئة عربية للتصنيع هي هيئة الدولة، وإحنا جاهزين ننفذ أي مشروعات وفي جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. بنحيي معالي الوزير وفرحانين جدا بهذا المركز الجميل اللي النهاردة بيشهد بداية تشغيله التجريبي، وإن شاء الله يكون قريبا في افتتاح رسمي بإذن الله. وطبعا احنا لا نتأخر في توجيه كل جهودنا ان احنا ننمي في جميع المنشآت والمراكز الشبابية، وقريبا ان شاء الله هنكون في مركز شباب الشرابيه هنخلصه برضو على اعلى مستوى لا يقل عن هذا المكان الجميل، واحنا طبعا تحت امركم يا فندم. طيب معالي الوزير، طبعا ما ينفعك تكون معايا وعندي سؤالين واحنا في هذا الصرح العظيم. اولا بشكر حضرتك، انديه الدرجه الثالثه 26 اتحلت مشكلتهم، بنحيي اتحاد الكوره كان في نموذج محترم جدا وتوجيهات مهمه اعطاء كل ذي حق حقه طبقا للوائح، وبالفعل كان تدخلك لجنه التظلمات بقضاتها المحترمين انصفوا كل نادي صاحب حق. فمن خلال برنامج ملعب الشمس وكاميرا الشمس حضرتك استجبت سريعا وكانت حلول. بحيي حضرتك وبشكرك وكل الانديه بعير حضرتك تحيه. احنا بنشكرك وبنشكر الاعلام لانه دايما الحقيقه
ترمومتر لو في مشكلة احنا بنعرفها من الإعلام، وبالتالي في ظل القواعد والأحكام المختلفة واللوائح أكيد يتم اتباعها، لأن في الآخر هي خدمة لابد أن تؤدى بشكل كريم لكل مواطن، من ضمنها الرياضة لابد أن تؤدى بشكل جيد، لأن دي خدمات الناس مهتمة بها وإحنا بنهتم بها يعني. ايضا معالي الوزير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطى تعليمات مباشرة. يمكن احنا في الاعلام قلنا ثورة انتظرناها لاكثر من 50 سنة، كان في قرارات مهمة صدرت من معاليك، تلاها مجموعة من القرارات، الحوكمة، الشكل الطبي، لجان تعمل ليل نهار، استفدنا جدا من اللي حصل في باريس، قرارات حاسمة لمستقبل الرياضة في المستقبل، واحنا داخلين على انتخابات الاتحادات الرياضية في 4 اتحادات أعلنت الوزارة اعتذار رؤسائها، و4 اتحادات يعني تم إحالة أمرهم للتحقيق. الناس مبسوطة، والشعب يعني أنا بكلمك انطباع حقيقي، زادت الثقة جدا بعد قرارات فخامة الرئيس اللي حضرتك يعني كلفت بتنفيذ هذه التعليمات والقرارات أسلقت صدور الناس. طمنا على ده والانتخابات ومواعيدها في الاتحادات الرياضية. احنا التزمنا بقانون الرياضة المصري واللوائح الدولية ان في توقيت معين لازم يعني نمتثل اليه من خلال دور الإشراف الوزارة ودور اللجنة الأولمبية المصرية. الحقيقة كنا حاسمين في هذا الموضوع بشكل جيد جدا. جزء الآخر احنا طبعا طوكيو وباريس فيها إيجابيات كتير، لكن هناك بعض الإخفاقات. الحقيقة فخامة الرئيس دايما بيبص للشعب وإيه اللي بيحصل وإيه الموضوع، والحوكمة لازم تكون موجودة في كل المجالات. الحقيقة أكيد جالنا توجيه وأعلن في يعني الرأي العام من خلال سيادته، إحنا بننفذ هذا التوجيه بشكل كبير على التقييم ماذا تم في باريس والأسباب والتحقق، وكمان رؤية مستقبلية. الحقيقة دي كلها أغلفة إحنا يعني عاكفين عليها بشكل كبير جدا، بحيث أنه يكون الالتزام بالعمليات الانتخابية وفقا للقوانين الدولية والقانون المحلي، لكن في نفس الوقت أكيد في حوكمة شاملة زي قرارات السفر وحوكمتها بشكل كبير جدا، اللوائح المالية ومتابعتها للهيئات المختلفة، كمان اللجان الطبية وأدوارها لازم يكون في يعني زي ما بنشوف الكارديك سادن ديس أو التوقف القلب المفاجئ، كمان كشوف الدورية للرياضيين سيما قبل السفر بشكل مباشر، عدم تعددية الأطباء على الاتحادات، كل يعني اتحاد يكون لي لجنة طبية تختلف عن الاتحاد الآخر، تختلف عن اللجنة الطبية، مش هنسمح تاني بالتعددية اللي موجودة حتى يكون هناك تفرق، حاجة وغيرها وغيرها من الحاجات المستقبلية إعدادا لي إن شاء الله الفترة القادمة. إحنا بنعمل نظام شامل، لأن المفروض بعد الانتخابات من يناير يبدأ برنامج تاني من يناير 2025، والاتحادات أعلنت جدولها تباعا بالنسبة للانتخابات. في لجنة التصنيف من اللجنة الأولمبية المصرية ومتابعة وزارة الشباب والرياضة لمراجعة التصنيفات من له حق الانتخابي، تمام. فأكيد يعني ده كله بيتابع بعد الاتحادات، بيكون في الأندية، معظم الأندية كبيرة في 25 2025، تمام. لكن في عدد كبير من الأندية شغالة دلوقتي 2024، يعني المنظومة الانتخابية كلها شغالة الحمد لله بهدوء، لكن بمتابعة حسيسة من الوزارة ومديريات المختلفة. تمشي 3 الفجر من الوزارة وترجع 8 الصبح، يعني طوارئ اليومين دول. طوارئ في طوارئ إن شاء الله، بحيث نحن نأدي أولا ده أدوارنا، ثانيا دي تكلفات بنقوم بيها، ثالثا يعني إن شاء الله يكون الرياضة المصرية بحجم جهدنا وتعبنا وتخطيطنا الفترات القادمة تكون أكتر بكتير، لكن الإحساس اللي احنا بنقوله مش عايزين نحس يعني الرياضة المصرية بخير، الرياضة المصرية في طريق سليم، عشان ما نديش يعني أداء. الناس مبسوطة أول مرة تشوف هذه طبعا الإيجابيات. لا حتى النتائج حضرتك لو تتبع دلوقتي هتبص تلاقي، وده المعتاد من 2018 بدينا عشان ما حدش يدي صورة زائفة، صح. لا هتبص تلاقي كل يوم في منتخب فايز عالم وجاي في ألعاب مختلفة، يعني احنا دلوقتي ما بقاش في لعبة شهيدة، وفي نظام
متكامل من 2018 عاملين، وفي مشروعات كتيرة جدا، وفي جداول تتبع ومتابعة، وفي لجان رقابية موجودة. احنا من 2018 تعاوننا وزارة الشباب والرياضة مع جهاز المركز المحاسبات الحقيقة في دور رقابي، وهيئة الرقابة الإدارية موجودة، وكمان يعني خلفنا جهات تحقيق زي النيابة الإدارية وزي النيابة العامة. دي كلها صورة اللي هي حوكمة الرياضة، لكن لا تتدخل في الأمور الفنية يعني ماء إلى المواثيق الدولية، لكن دور الدولة موجود. وحجم المنشآت زي ما حضرتك شايف زادت، زودت حجم الممارسة، حجم قاعدة البطولة زادت بشكل كبير جدا، حجم تواجدنا يعني مثلا فريق الكاراتيه يكون في أوروبا وعلى أرض يعني بلد أوروبية وبيسحق، أخد بالك مش بيغلب بس، غيره حتى الكاراتيه التقليدي، لكن بتكلمش على لعبة بعينها، أنا بتكلم على الرياضة، حتى الكرة الحمد لله الروح التنافسية. هو في بعض الناس يقولك إيه ده، هو أنت فرحان عشان يا دوبك تأهلت؟ معنى مش كده يعني، اللي عايز يبص لده هو نظرته تشاؤمية. احنا بنبني وبنخطط وبنقول له يعني قول كلمة كويسة لبلدك. منتخب مصر بيعد بشكل كبير، في عدد من المحترفين العالم كله بيقف قدامهم احتراما، وفي جهاز فني وطني نساعده. شفنا في موريتانيا يا فندم صعودنا منذ ساعات، والناس كانت منتظره زي مرموش، وزعلانه ان صلاح ما جاش، دي قوانا الناعمه، وحسام حسن بصراحه وجهازه. طب ما يبصوا على عدد اللاعبين اللي خرجوا من المنتخب الاولمبي ويبصوا الجون اللي جابه يعني عادل عامل ازاي يعني كام لاعب عادل هدف طبعا ابراهيم عادل كام لاعب بقى مستوى دمج السني عامل ازاي؟ لازم نبص للحاجات دي، لانه دول اللي هيروحوا 2026. فبالتالي في يعني حراك كويس. انا مش عايز اعطل بقى يعني الندوه وانت معانا. مهم انك انت تبارك للمنتخب والشعب المصري الصعود للمغرب 25 واختم معاك. بص احنا بنبارك للمنتخب، لكن بنقول له لسه قدامك طريق، لان الهدف الاولي المغرب 2025 لازم بيقوموا مختلفين. وده كلامي مع اللعيبة الحقيقة في بداية معسكرهم في استاد القاهرة، تقول لا احنا كلنا منتخب مصر عندنا بصين هناك، هتروح المغرب كاس الامم الافريقية ده الهدف، وبعدين الهدف الثاني كاس العالم. شكلنا كويس ونؤدي كويس، لكن نوصل نهائي المغرب. فالحقيقة في يعني مهام نتمنى يعني تكون موجودة، لكن تاني المنظومة الرياضية بخير. احنا في تتبع يعني من فترات من 6 سنين الحقيقة هتلاقوا في حسم وحزم هادئ ومرن. اقولها تاني، حسم وحزم هادئ ومرن، بمعنى كل حاجة بتتعمل لكن بهدوء بلا خطأ. طب انا عايز اقول ده مش عشان حاجة، يعني من اكبر الدول في الكورة في العالم مين؟ البرازيل. تم ايقافها من الاتحاد الدولي. صح. الحمد لله رب العالمين، احنا بقالنا 6 سنين مفيش حاجة حصلت. صح. ليه؟ لان بنتابع كل حاجة دولية وبنراجع قانوننا وما بنغلطش، يعني انا عايز اقول الكلمه دي. فبالتالي وده درس يعني للسابقين اللي كانوا موجودين، وكان يعني مشاكل كتير، لكن احنا بنطور قيادة سياسيه فاهمه واعيه بتدي يعني رؤيتها. حكومه مصريه على راسها الحقيقه دوله رئيس الوزراء، واحنا موجودين. يعني انا اشهد يا فندم حتى في موضوع اليد واللغط اللي حصل، حضرتك كنت حاسمه في المؤتمر الصحفي وامام كل وكالة انباء العالم، قلت فيه قوانين ولوائح بتطبق ونحترمها. والدوله المصريه يعني ممثله في الجزء الرياضي وزاره الشباب والرياضه، احنا عندنا قوانين هنطبقها، ومش هنكون يعني الامور مش بسهوله يعني.